أكثر من 30 سنة من إحداثه وصلت إلى الميناء التجاري بجرجيز، الرحلة الأولى المقلة للمهاجرين، رحلة انطلقت من مدينة مارسيليا الفرنسية في إجراء من المنتظر أن يوفر الكثير من الراحة ويجنب هؤلاء المهاجرين مشاق السفر. فرحانين ياسر بالرحلة هذه، وإن شاء الله تقعد ديما على طول العام، مضى بينا مش كان في الصيف بس. فرحة كبيرة وإن شاء الله تتعود حتى عام الجاي. سنة عملوا رحلة واحدة نتاع رجوع برك، وإن شاء الله يعملوا لنا لي ريتور مرة جاية عام جاي. الرحلة كانت طيبة طيبة، ونجموا نقولوا سي غروند تري غروند ريوسيت، والحمد لله وليدات تقابلوا في البابور هذايا اللي ممكن زمان ما تقابلوش، جماعة الجنوب كلها تعرف بعضها. شركة تونسية للملاحة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة أعدت برمجة خاصة لإنجاح هذه الرحلة الأولى التي استجابت فيها السلطات التونسية لمطالب هؤلاء المهاجرين منذ عشرات السنين. نشتغل في محيط مفتوح للمنافسة الحرة، معناها تسعى الشركة إلى معناها تنمية الرصيد التجاري متاعها، معناها جندت كل مصالحها برا وبحرا، وانصهرت معناها تقريب منذ زوز معناها تقريب 20 سنة في منظومة المزدوجة للسلامة والأمن والجودة الكاملة. بانطلاق هذه الرحلة يتجسد ما وصف بحلم الأجيال من أجل تقريب المسافات والمساهمة الحقيقية في تحريك التنمية الاقتصادية بالجهات من قبل أبناء تونس المقيمين بالخارج. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية، ميناء مارسيليا، فرنسا.